ألو، أبناء وبناتي طلبة بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة، This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. We are revising surgery reform manual of surgery, a book written by students for students. المرة اللي فاتت وقفنا عند الـ investigations اللي بتتعمل في حالات ruptured spleen. في نقطة مهمة تاخد بالك منها لما تكون قاعد في الطوارئ ويجي لك حالة هيموراجيك شوك بلانت ابدومينال تروما وفرانك وكلاسيك العيان هايبوفوليميك شوك كلاس 3 او 4 عنده ابدومينال ديستنشن فيري بيل فيري رابيد بالس السيستوليك بتاعه 70 او 80 وما عندوش اي علامة اخرى تفسر الهايبوفوليميا او الهيموراجيك شوك دي، يعني ما عندوش مثلا كومباوند فراكشر فيمر او فراكشر دي بلفس واللي تشيست بتاعه لما سمعته بالسماعة ما عندوش هيموثوركس، يبقى اكيد ان زيف ده والحنفية المفتوحة دي جوه بطنه. فده عيان ما تضيعش وقت فيه في الانفستيجيشن وإلا هيموت. ده العيان ده بوش ذا ستريتشر تو ذا او ار على طول، تاخد بس منه عين الدم تبعتها المعمل يعملوا البايوكيمستري بانيل المعتاد بلس يحضروا لك 6 كياس دم باكد ار بي سيز وتروح على طول تعمل لابوراتوري. العيان ده لو ضيعت فيه وقت وحاولت تعمل له مثلا سي تي او بعدته عن الطوارئ وديته مثلا حته بعيده مبنى تاني يعمل سونار ولا حاجه ممكن جدا يموت في الطريق. اوكي، فده الكلاسيكال فرانك بيكتشر اللي هي كلاس 3 او 4 هيموراجيك شوك. انما بقى العيان اللي هو ستيبل يعني النبض بتاعه مش اعلى من 120 والسيستوليك بتاعه 90 فما فوق وانت عايز تعرف ايه المشكله بالظبط عنده تحددها قبل ما تخش اوضه العمليات، فالبيست اللي انت تطلبه العيان الاستيبل سي تي وذ كونتراست، سي تي وذ كونتراست. وحاليا في المستشفيات الكبيره بيعملوا ايه؟ هول بودي سي تي. هنا ميدسكيب بيقول ايه؟ العيان الاستيبل اللي هو سيستوليك جريتر ذان 90 والهارت ريت ليس ذان 120، السي تي الموست ايديال نون انفيزيف فور ايفالويتنج ذا سبلين، يعني بيحدد لك ايه الديجري اوف انجري او الجريد وبناء عليه بتقدر تقول العيان ده انا همشيه كونزرفاتيف في الاي سي يو ولا هوديه اوضه العمليات. بيبين لك اي اسوشيتد انجري مع السبلينك انجري. اوكي، فده ال سي تي وذ كونتراست. هتقول لي افرض العيان عنده الرجي للكونتراست او الجماعه بتوع الاشعه قالوا لك مش هنعمل سي تي وذ كونتراست علشان الكرياتينين عالي بتاع العيان ده والكونتراست بيعمل نفروباثي. ففي الحاله دي ميدسكي بيقول لك ممكن تعمل ام ار اي، ممكن تعمل ام ار اي لان مش هتحتاج تحقن فيه كونتراست. اوكي، فده طبعا يتعمل فقط في الستيبل بيشنت. هيقول لك اذا كان في اي فيسكس هولو فيسكس بورفوريتد، في بانكرياتيك انجري، في ليفر انجري في العيان ده زي مثلا في الفيجر ده، في سبلينك بيري سبلينك هيماتوما وفي ليفر انجري في نفس الوقت، فتبقى داخل ومحضر نفسك. وطبعا اللي انتوا شايفينه ده هيموبروتونيوم محترم. اوكي، ده بالنسبه للايه لسي تي وذ كونتراست. طب افرض بقى العيان انستيبل، افرض العيان انستيبل، العيان الانستيبل بنعمل له حاجه اسمها فاست اف اي اس تي اللي هي فوكست ابدومينال سونوجرافي ان تروما او فوكست ابدومينال سونوجرافي تكنيك. الفاست ده بيعملوه بره
كل الدكاترة اللي هم ماسكين الطوارئ، مش شرط يكون بتوع الأشعة، حتى الدكاترة الجراحين نواب الجراحة متمرنين عليه. من اسمه كده فوكست ابدومينال سونوجرافي فور تروما، يعني فوكست يعني بتنشن، يعني انت بتركز على حاجة معينة عشان انت عايز تخلص بسرعة، انت مش هتقعد تاخد وقت ان انت تقعد تفحص بطنه بالسونار بطنه كلها. انت بتروح لأماكن معينة كلها بتبدأ بالبي، ايه هي؟ بيري هيباتيك حوالين الليفر، بيريسبلينيك حوالين الاسبلين، بلفس في البلفس، وبيريكارديوم. يبقى 4 بي: بيري هيباتيك، بيريسبلينيك، بلفس، بيريكارديوم. ودول المفروض ياخدوا منك حوالي دقيقة، لأن دي الأماكن اللي ممكن يتجمع فيها دم. فبالفاست بتشوف فيه دم ما بين الليفر والرايت كيدني في مورسون باوش، عند السبلين بتشوف دم ما بين السبلين والليفت كيدني، وفي البلفس وفي البريكارديوم. وبناء عليه لما بتشوف علامات الفري فلويد بالتقرير بيبقى ان ايه، والعيان انستابل، يبقى لازم يروح اوضه العمليات على طول، واخد بالك؟ طب افرض انت عملت فاست والعيان ستيبل، فهو بيقول لك في فلويد، في فري فلويد في البطن اللي هو دم يعني، بس انت ما تعرفش الدم ده جاي منين. فلو العيان ستيبل ممكن ساعتها ايه بعد الفاست تعمل سي تي، علشان السي تي هيشاور لك بقى على الاورجان اللي هو ايه في المشكلة. اوكي، فده الامرجنس التا سونوجرافي اللي بنسميه اف اي اس تي، فوكس ذا ابدومينال سونوجرافي ان تروما، او فوكس ذا ابدومينال سونوجرافي تكنيك. اوكي، ده اللي هو هيتعمل. طيب ايه ده بقى فور كوادرانت اسبيريشن؟ ده كلام قديم قوي، ان انت بتجيب ابره وتدبها في بطن العيان في الاربعه كوادرانت وعشان تطلع دم من اي حته، فده ما عادش يتعمل. وهنا مانيبال بيقول لك دي ريبليست بالدي بي ال، برضه الدي بي ال ما عادش يتعمل. الفاست اللي هو امرجنسي التراسونوجرافي ريبليسنج الدي بي ال دلوقتي، فدي ايه ما تهتمش بيها. بالنسبه للمختبر، طبعا العينه اللي انت هتبعتها يهمك فيها قوي الايه، الهيموجلوبين استيميشن. ما تتوقعش في اول ساعه بعد التروما ان الهيموجلوبين يبقى واطي. ليه؟ لان البني ادم بيفقد الدم، بيفقد بلازما ومعاه هيموجلوبين بنفس النسبه. الهيموجلوبين هيبقى يوطى لما يبدا الجسم تو كومبنسيت اللوس اوف بلازما بانه يحرك الفلويد الانترستيشيال فلويد، يدخله جوه الفاسكولاتشر، يدخله جوه الكارديوفاسكولار سيستم، فيبتدي الهيموجلوبين او الباكد سيل فوليوم او الهيماتوكريت يبتدي يقل، ويقول لك العيان ده بينزف. وهيبتدي يقل قوي قوي لما تبدا تدي العيان فلويدز، لان هيحصل له هيمو داليوشن. انما عشان تحكم على الهيموجلوبين من اول قراءه مش هينفع، مش هتنفعك، لازم قراءات متعدده. ده بالنسبه للايه، للمختبر. وبالنسبه للايمجينج الفاست او السي تي، اوكي، انسى قصه الايه الفور كوادرانت تاب. دياجنوستيك بروتونيه لافاش كان بيتعمل زمان، ودلوقتي وقت حل محله الايه، حل محله الفاست اللي هو فوكسد ابدومينال سونوجرافي فور تروما. اوكي، لازم تبقى عندك فكره عنه عشان جايز حد يناقشك فيه في اللي شافه. فهو فكرته ايه؟ من اسمه دايجنوستيك بروتونيال لافاج. لافاج يعني غسيل، يعني هتغسل البطن بحاجه سلاين مثلا او رينجر. هي الفكره في ايه؟ العين اللي اتعرض للتروما ده انت عايز قبل ما تفتحه تتاكد ان في سبب وجيه للفتح، لازم يكون في دم جوه بطنه. من ضمن الحاجات اللي هي يعني ايه فيري شيمفول في العصر الحديث دلوقتي، ان انت تفتح فتح استكشافي الواحد واخد خبطه في بطنه وما تلاقيش حاجه، لان ده معناه ان انت مش عارف تشخص، خصوصا لما يكون عندك في المستشفى سونار ويكون عندك في المستشفى سي تي. فكانوا زمان بقى في غياب السي تي وفي غياب السونار يعملوا ايه؟ يفكروا، يقول لك طب ما انا بوسيله ما لو قدرت اعرف اذا كان في دم في بطنه هيبقى ده سترونج انديكيشن ان انا اعمل له لابوروتومي. فبيعملوها ازاي؟ يدوا بنج لوكال انستيجيا تحت الايه السره مباشره، بنج موضوع بعدين يفتح فتحه صغيره 1 سنتي، ويدخل ايه سيرنج وايه ويشفط. لو شفط فوق 10 سنتي فرانك بلاد
يبقى معنى كده ان العيان ده بطنه فيها دم كمية محترمة، يبقى فيها اصابة significant، يبقى يستحق اللابراتوري. لو ما صفتش حاجة يعمل ايه؟ يدخل قسطرة، يدخل قسطرة زي القسطرة بتاعت الغسيل بتاع الدياليسيس، وبعدين يعلق فيها محلول ملح او رينجر. فالرينجر هينزل هيملى بطن العيان، هيملى بطن العيان، وبعدين ينزل الازازة بتاعت الرينجر على الارض جنب السرير. فبالسيفوناج اكشن يبتدي المية اللي جوه بطن العيان ترجع تاني في الازازة، ترجع تاني في الازازة. نفس فكرة لما تيجي انت تحاول تسحب شوية بنزين من تانك العربية علشان تديهم لزميلك يملى التانك بتاعه. فالمية اللي راجعة دي بقى لو مخلطة بدم يبعتها للمختبر يحللها. فالمختبر يقول له مثلا، يقول له الحق ده احنا لقينا RBCs فوق 10,000 بير كوبيك مليمتر، يبقى ده انديكيشن ان انت تفتح. او الحق احنا لقينا اكتر من 500 ليوكوسايتس بير كوبيك مليمتر. جم منين؟ لان طبعا النزيف بيبقى اريتنت، فالليوكوسايتس بتزيد جوه البطن، او مسارينه مفتوحة ففي كونتامينيشن، فالليوكوسايتس هتيجي، فانت هتلاقيها عالية في التحليل. او يقول له الحق الاميليز اعلى من 175، او لقينا اكل في الاسبيريت اللي طالع في الازاز، او لقينا بايل، او عملنا له جرام ستين طلع بوزيتيف، يعني في بكتيريا، يعني اذا مسارينه او الكولون مفتوح. فكان دي كلها انديكيشن ان انت تفتح بطن العيان تعمل له استكشاف. انما طبعا زي ما قلنا حل محلها الفاست. اوكي طيب، كانوا زمان يعملوا بلين اكس راي ابدومن، دلوقتي طبعا ما تضيعش فيها وقتك، يعني الوقت اللي انت هتطلب فيه بلين اكس راي اطلب فيه سي تي. فلو العيان ستيبل كنا زمان نعمل بلين اكس راي ابدومن. ليه بقى؟ ايه الحاجات اللي تقول لنا ان السبلين متعور؟ ان انت السبلين مفروض نورمالي بيعمل سوفت تيشو شادو في البلين اكس راي. لما يكون محاط بالبيرسبلينك هيماتوما الشادو بتاعه مش هيبقى كلير. ماشي، السبلين والبيرسبلينك هيماتوما تضغط على المعدة اللي جنبيها، فالجاسترك بابل اللي انت متعود تشوفه في الاشعة يبقى انتندد، زي ما يكون حاجة ضغط عليه من بار. ماشي، الهيماتوما بتاعت السبلينك انجري تبقى مغطية على الصوص مصر، فالصوص شادو يبقى اوبليتريتد. ماشي، في نفس الاشعة ممكن تلاقي فراكشورد لور ليبس على الناحية الشمال، وده انديكيشن ان السبلين اللي جنبيها ممكن يكون متعور. ماشي، وهكذا. او تلاقي فري جاز اندر ذا فراجم لو في اسوشيتد هولو فيسكس انجري زي السمول انتست، او السبلينك هيماتوما رفع ليفت دوم اوف ذا فراجم. طبعا كل الحاجات دي طبعا السي تي بيجيبها لك اوبجكتيفلي في ثواني. اوكي طيب، نيجي بقى للتريتمنت اوف رابشر سبلين. عندك اربع انواع من المانجمنت، اربع انواع من المانج. لو العيان عنده ماسيف بليدنج وانستيبل ملكش حل غير ان انت توديه اوضه العمليات على طول، تشيل له الطحال، لازم تشيل له الطحال، خصوصا لو في اسوشيتد انجري، يعني لو في مثلا اسوشيتد ليفر انجري، كونكوميتنت ليفر انجري، او في اسوشيتد هيد انجري عايزه لها علاج لوحديها مانجمنت هياخد وقت هو كمان. فاوعى تضيع وقتك فيه ان انت تقعد تعمل سبلينورافي او تعمل سبلينك بريزرفيشن، هتشيل برضو الطحال على طول. اوكي طيب، لو العيان ستيبل بقى، لو العيان ستيبل عندك فرصة ان انت تودي الرعاية المركزة وتعمل نون اوبراتيف مانجمنت، ودي الموضة حاليا وابتدينا فيها من 20 سنة. قبل 20 سنة كان اي انسلت للسبلين ايكوال سبلينكتوم، انما من 20 سنة فاتت وبعد ما بان الايمونولوجيكال امبورتانس اوف سبلين بنحاول نحافظ عليه، فبقى في اتجاه وخاصة في الاطفال ان احنا نعمل نون اوبراتيف تريتمنت. طب لو العيان ستيبل وانت فتحته في اوضه العمليات وهو ستيبل، ممكن جدا تفكر ان انت تعمل تعمل بارشل سبلينكتومي او تعمل سبلينورافي وتسيب له
الطحال ينتفع بيه باقي حياته. طيب علشان تفتكر الكلام ده كله، مانيبال عمل الجدول ده عشان يفكرك. الجدول ده بالمانجمنت اوف سبلينيك رابشر يقول لك ايه، جالك العيان الطوارئ فانت هتعمله فاست اللي هو ايه، فوكس ذا ابدومينال سونوجرافي ان تروما. الفاست هيقول لك ايه، فعلا في سبلينيك انج، فعلا في سبلينيك انج. فانت تسال نفسك هل العيان بتاعي شوك ومش عايز يتصلح وانستيبل والشوك كونتينوينج؟ لو الاجابه اه، ودي اوضه العمليات اعمل له لابراتومي على طول. طيب عملت الفاست في عيان عنده هيموراجيك شوك جالك الطوارئ، وبعدين الفاست قال لك الحق ده في سبلينيك وليفر انجري في نفس العيان، واخد بالك، والعيان كان ستيبل ممكن يستحمل سي تي اعمل له سي تي. لو هو انستيبل والفاست بيقول لك الحق في ليفر وسبلين على طول ابعته العمليات فور اكسبلوريشن. العيان عنده هيموراجيك شوك وسيادتك عملت له فاست، والعيان ريسبوندينج للريسيستيتيف ميجر اللي انت عاملها، ضغطه والنبض اتحسنوا، وبعدين الفاست بيقول لك في سبلينيك انجري ايسوليتد سبلينيك انجري والعيان ستيبل ففي فرصه تعمل له سي تي. السي تي قال لك فعلا في سبلينيك انجري، وقال لك الجريد بتاعتها، قال لك 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5. لو العيان ستيبل بتعمل له نون اوبراتيف مانجمنت اللي هو كونزرفاتيف مانجمنت، لو العيان ان ستيبل بعد السي تي بتعمل له اكسبلوريشن، طبعا لو الكونزرفاتيف مانجمنت فيلد بتعمل برضو ايه اكسبلوريشن. اوكي طيب نيجي للامرجنسي سبلينكتوم، نشوف الاول الميدسكيب بيضيف ايه في الموضوع ده. في دور دلوقتي للانجيو امبولايزيشن، يعني افرض العيان بتاعك انستابل وعملت له سي تي انجيو، قال لك في بلاش يعني في اكسترافيزيشن للكونتراست، في حنفيه بتخر، ممكن تعمل لها امبولايزيشن وتوقفها، وده دلوقتي بيعملوه كمان في جريد 3 و4 وساعات 5 كمان. فما تنساش دلوقتي الانجيو امبولايزيشن داخل بقوه جدا في النون اوبراتيف مانجمنت اوف رابشر سبلين، ونجح تو سالفيج ا لوت اوف سبلينز كان مصيرهم سبلينكتوم. الانجيو امبولايزيشن ما تنساهوش في المانجمنت بتاع رابشر سبلين. ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم انت دلوقتي عملت سي تي وقال لك رابشر سبلين وجريد مثلا 3 أو 4 او مع وجريد 3 أو 4 ومجابلكش سيره اي انجري تانية، دخلت فتحت العيان، اوعى تنسى تعمل استكشاف للبطن كلها، اوعى تنسى تعمل استكشاف للبطن كلها. بيقول لك all patients should have a thorough examination of the abdomen even if preoperative studies show isolated splenic injury. ليه؟ لان ممكن جدا العيان ده يكون عنده ميزنتريك تير بيخر منه، السي تي مش حساس ان هو يقول لك ان في ميزنتريك تير، لو انت ما اكتشفتهاش خلال العمليه هيفضل العيان يخر منها بوست اوبرتيف ويضيع منك. فاوعى الابحاث تقول لك isolated splenic injury، تخش العمليات تركز على الطحال بس وتنسى تستكشف البطن كلها، to look after any other injury، ما تنساش الموضوع ده. اوكي طيب انت بقى ايه، العيان عنده hemorrhagic shock ما ينفعش معاه non operative management، او الoperative management ما ينفعش وهتفتح العيان عنده active bleeding من التير في الطحال، يعني فتحت مثلا لقيت الطحال بالمنظر ده في subcapsular hematoma وفي تير واكتر من تير 1 أو 2 أو 3، لازم تشيل الطحال. بتشيل الطحال ازاي بقى؟ هو هنا مانيبال يقول لك ايه، دور على السبلينيك ارتري فوق البنكرياس واربطها الاول علشان ايه، شويه دم اللي في الطحال عن طريق السبلينيك فين يرجع السيركيليشن. ده كلام ما يصحش في الارجنت سيتويشن. في الارجنت سيتويشن الكلام ده مش مهم خالص ومضيع للوقت. في الارجنت سيتويشن انت تمد ايدك ورا السبلين بلانت دايسكشن، تقطع البوستيرو وول بتاع اللينورينال ليجمنت، هتبص تلاقي السبلين متحرك معاك، تقوم جايبه في الجرح
وتربط تحط فاسكولار كلامب على السبلينك ارتري وفين عند الهايلم وتفصل السبلين وتربط الكلامب ربطتين وبعد كده تتعامل مع الشورت جاستريك فيسلز اللي هم اخر حاجة فضلنك يبقى كده السبلين طلع معاك في 3-4 دقايق. الكلام ده لازم يتم بسرعة جدا واخد بالك. فده ايه الاسلوب بتاع الامرجنس سبلينكتوم. وده المنظر بعد ما الجراح قطع البوستيرو لير اوف لينورينا ليجمنت فالسبلين طلع معاه في الجرح زي ما انتوا شايفين كده. وبيقيم الموقف بقى بيشوف هل السبلين ده يصلح للسبلينوغرافي الاصلاح ولا يصلح للبارشال سبلينكتومي ولا لازم نشيله كله. ولازم قبل ما تقرر سكوت هتعمل بارشال سبلينكتومي او سبلينوغرافي تسال طبيب التخدير زميلك العيان يستحمل نزود نص ساعه كمان على العمليه ولا ما يستحملش. لو قال لك ما يستحملش انسى الموضوع ده اصرف نظر يعني اعمل سبلينكتومي على طول. وده الفيجر بيبين لك لو اول ما بتفتح ميد لاين انسيجن واوعى تفتح السبلين سبكوستال انسيجن. ما ينفعش في الطوارئ تفتح سبكوستال انسيجن او تشيفرون انسيجن لازم ميد لاين انسيجن ولازم يكون من السيف ستيرنم ايفن لغايه البيوبس عشان تستكشف البطن كلها. اللي انتوا شايفينه ده دم وسط اللوبس اوف انتستن وعلى اللوبس اوف انتستن وعلى الاومنتوم. اوكي ساعات بقى ايه بتستفاد انت ده هنا بيتكلم على بارشال ايه سبلينكتومي. ساعات انت تجد ان الاصابه موجوده في وان بول بس من السبلين بتستفاد من فكره ان السبلينك ارتري عند الهايلم قبل ما بيخش السبلين بيتفرع لابر ولور برانشز 4-5 برانشز فبتربط البرانش اللي هو رايح للسيجمنت دي وبتعمل بارشال سبلينكتومي. ساعات كمان لما نلاقي الاصابه خفيفه نعمل حاجه اسمها سبلينوغرافي بكذا طريقه. اكتر طريقه كومن اللي انت بتجيب فايكريل على بلانت نيدل وبتخيط التير ده في السبلين. اما هتيجي تقعد السبلين فيري فاسكولار وانت بتعمل نوتنج هتقطع الخيط يبقى لازم تاخده على حاجه اسمها بليجيت. بليجيت يعني ايه؟ يعني دعامه. دعامة عشان الغرزة بتاعتك ايه وانت بتعملها عقدة ما تقطعش. الدعامة دي بتبقى ايه في صورة مثلا سيرجي سيل او في صورة بيس اوف اومنتم عشان وانت بتقعد العقدة ايه الجرح ما يشرمش منك ويحصل تير والنزيف ايه يزيد. يبقى ده سبلينوغرافي. وساعات نجيب فايكريل مش ونلفها حوالين السبلين ونخيط عليها تايت يقف النزيف. ميدسكيب بيقول لك ايه هنا يقول لك استفاد بقى من الحاجات الحديثة بتاعت الهيموستيزيس اللي هي الارجون بيم لو انت بتشتغل في مستشفى كبيرة او فايبرين جلو كل الحاجات دي ممكن توقف لك النزيف حاجات حديثة يعني. اوكي طيب النون اوبرتيف مانجمنت بقى او الكونسرفاتيف مانجمنت وجدوا اول ما طبقوه في الاطفال وجدوا ان في جريد 1 و2 و3 لو انت عملت بيد ريست ودخلت العيان الرعايه المركزه وعملت له مونيتورنج كويس نيتشر كفيله بايقاف النزيف ويبقى انت كده وفرت على العيان عمليه وتخدير واحتفظت له بالسبلين بتاعه وحميته من البوست سبلينكتوم اوفرويلمينج سيبسيس واخد بالك. وبعدين لما نجح الموضوع في ده في الاطفال ابتدوا يطبقوه في الكبار اب تو سن 55 سنه ولقوه ينفع برضه. فاذا حطوا بقى ايه كرايتيريا النون اوبرتيف مانجمنت تنفع لمين. لازم يكون العيان ستيبل وايه كمان ولازم يكون سولو انجري ما ينفعش يبقى فيه اسوشيتد انجري يعني ما ينفعش يبقى فيه هيدن انتستاينال تير وانت تعمل نون اوبرتيف مانجمنت الانستاينال تير ده هيعمل العام بروتونايتس. ما ينفعش يكون في سيفير اكسترا ابدومينال انجري هتبعد العيان عنك بوست اوبرتيف. هتلاحظه ازاي يعني مثلا عنده سيفير هيد تروما هتاخد 6 ساعات في العمليات والعيان بعد كده هيبقى كوماتوزد ومش هتعرف ايه تكتشف فيه اي ايه فيلير او لو النظام بتاعك ما ينفعش.
ولازم يكون الكلام ده في مستشفى فيها فاسيلتيز. يعني ايه فاسيلتيز؟ يعني لازم تكون مستشفى كبيرة فيها أوضة عمليات جاهزة 24 ساعة، وفيها طقم تخدير جاهز 24 ساعة. لو قررت ان انت توقف النون اوبرتيف مانجمنت بتاعك الساعة 2 بالليل وهم جاهزين هيفتحوا لك أوضة العمليات، مش هيروحوا يجيبوا الدكاترة من بيوتهم. لو الموضوع ده مش موجود ممكن تفقد العيان بتاعك. لازم يكون عندك إمكانية تو ريبيت السونار والسي تي ات اني تايم، ولازم يكون المستشفى مجهزة للجود مونيتورينج اوف ذا بيشنت. لازم يكون العيان مركزة على اعلى مستوى وبياخدوا الفيتال ساينز وجاهزين يبلغوك باي ديتيريوريشن للعيان. تايم ميد سكيب بيقول ايه هنا بقى؟ هل في اضافة جميلة من الميد سكيب؟ بيقول بيقول ان الكونزرفاتيف مانجمنت الميد سكيب بيقول لك بيتعمل لما يكون العيان ستيبل والجريد 1 و2 وذاوت بلاش. وذاوت بلاش يعني ايه؟ يعني عملت له سي تي انجو بيقول لك مفيش اكسترا فيزيشن اوف ذا داي. طب لو في اكسترا فيزيشن اوف ذا داي اطلب انجو امبولايزيشن، اطلب انجو امبولايزيشن. اوكي، انما لو العيان بالكريتيريا دي وما فيهوش بلاش وتحت سن 55 سنه فهو كانديديت فور ايه؟ نون اوبرتيف مانجمنت في الرعايه المركزه. ايه الاضافه دي كمان؟ الكريتيريا بتاعت مين نون اوبرتيف تريتمنت ننقيهم ازاي؟ بتيجي ام سي كيو. اوكي، ايه اللي فاضل بقى بعد كده؟ لو العيان في الرعايه المركزه وبيعملوا له ريبيتد هيموجلوبين وبيعملوا له ريبيتد التراسونوجرافي، ولو في اي لحظه طبعا حسيت ان في تاكيكارديا بتزيد او الهيموجلوبين بتاع العيان بيقل او بطنه بتتنفخ، لازم توديه اوضه العمليات وتستوب الايه؟ النون اوبرتيف مانجمنت. ايه الكومبليكيشن بقى اوف سبلينكتومي؟ واخد بالك؟ ممكن البنكرياتك تيل جنب منك وانت بتتعامل مع السبلين وبتعمل موبيلايزيشن وبتعمل ليجيشن الفيسلز، البنكرياس يتعور يعمل فيستولا، ات سيتلز اوفر ا فيو دايز، جاست حط درين بعد العمليه. ممكن جدا ايه انت ايه ربطت السبلينك فيسلز سواء الشورت جاستريك فيسل او السبلينك ارتر وفين ربطه مش محترمه، والعيان بوست اوبرتيف عنده وجع او ارتفع ضغطه والرابطه دي يحصل لها سليبش تزحلق، يجي للعيان بوست اوبرتيف بليدنج، يبقى لازم توديه اوضه العمليات تاني. اوكي، ممكن جدا يحصل انجري للباول خلال العمليه الاستومك او الكولون، ودي نقطه مهمه تاخد بالك منها. ليه؟ عندنا في الرسمه دي خد بالك، انت دلوقتي عشان تشيل الطحال لازم تربط كل الاوعيه الدمويه اللي متصله بيه، فانت بتربط الارتري والفين سيبريتلي او الاثنين مع بعض. ايه في العمليه يتبقى عندك الشورت جاستريك فيسلز اللي هم دول، هم سموهم شورت جاستريك ليه؟ عشان هم شورت جاستريك فيسلز موجودين فين؟ في الجاستروسبلينيك ليجامنت. فالمفروض ان انت بتربط رابطه ورابطه وتقص في النص، رابطه ورابطه وتقص في النص، هم عددهم ايه؟ 4 أو 5. عشان هم شورت احيانا تبقى الرابطه بتاعتك لازقه قوي في المعده زي ما انتم شايفين كده. اوكي، بوست اوبرتيف العيان بيحصل له، معظم العيانين يحصل لهم جاستريك باريسس والمعده تتنفخ هواء. لما المعده تتنفخ هواء زي البالونه، العقده بتاعتك دي ممكن تفرقع وتختفي، تتنطر يعني بانتفاخ المعده، ويبتدي ايه؟ العيان ينزف، بيبتدي العيان ينزف. ادي مشكله. المشكله الثانيه ايه بقى؟ عشان هم شورت جاستريك وهم شورت، فممكن جدا وانت بتربط تجور على جزء من الول اوف ذا ستومك، يعني تاخده معاك. فلما تاخده معاك في العقده تحرمه من البلاد سبلاي، لما تحرمه من البلاد سبلاي يحصل له نكروزس. تاني يوم تالت يوم بعد العمليه يعمل خرم صغير، تبتدي المعده تخر جوه بطن العيان، يجيله بروتونايتس، دي كومبليكيشن تاني. فدي كلها ايه؟ بوست اوبرتيف كومبليكيشن من الايه؟ السبلينكتومي، خد بالك منها. يبقى انجري تو ذا باول، وشفت الصوره بتاعتها وشفت ايه بنتعامل معاها ازاي. اوكي، ده فراجماتيك انجري بقى نتيجه ان ايه؟ العيان انت بتشتغل وكان في بيريسبلينايتس وادهيجنز كتيره فاتقطع منك الدافراجم، لو لاحظتها يو كان سوتشر ات. الكومبليكيشن الثانيه سبلينوزس، وانت بتشيل الطحال وكان شاتر سبلين حتت منه انت نسيتها في البطن، هتعمل ادهيجنز.
النقطة التانية pulmonary complication، انت شغال تحت الليفت لانج وتحت الليفت بلورا، فممكن جدا بوست اوبرتيف يحصل لهم ايه اتالكتسيس، والموست كومن كوز لفيفر في الفيرست بوست اوبرتيف دي بيزل اتالكتسيس، بيزل اتالكتسيس ده الموست كومن كوز، بيزل اتالكتسيس للليفت لوب اوف ذا لانج، هو ده اللي بيعمل ايه فيفر. ممكن جدا العيان بوست اوبرتيف يخش منك في اليس، علاجها ايه؟ دريب اند ساك، يعني ناثينج بير ماوس، اديله انترافينس فلويد، حط جنازه جاستر تيوب، اشفط منها محتويات المعده. ممكن العيان يجي له هيماتيمسيس نتيجه كونجيشن للفندس اوف ذا ستومك، وانت بعد ما ربط الشورت جاستريك فيسل. ممكن يحصل له سبفرينيك كولكشن وابس، اعمل له بيركتينس درينج. ممكن يحصل له ووند بروبلم العاديه زي هيماتوما وزي سيروما وزي ووند جاب او ووند انفكشن. بوست سبلينكتومي بتزيد عدد البليتلتس جامد جدا وممكن تعدي المليون، بيحصل ثرومبوسايتوزس. لما بيحصل ثرومبوسايتوزس هنعمل ايه؟ هندي العيان انتيكواجلانت وندي العيان انتي بليتلتس. اوكي، لو اقترب الرقم من الايه المليون. الفيجر ده مانيبال جايبه ليه؟ سي تيم بينا ايه اللي انتوا شايفينه ده، كولكشن في السبلينيك بيت بوست سبلينكتومي لارج كولكشن. ممكن ايه احط فيه كاستر جايدد باي التراسونوجرافي عشان تو تريت ات. اوكي، نيجي بقى لاخر حاجه ان ذيس فيديو اللي هي الانديكيشن اوف سبلينكتومي. فمانيبال مقسمها الى اولويز انديكيتد، usually indicated, sometimes indicated, و rarely indicated. ناخدها واحدة واحدة. Always indicated لما يكون في primary tumor في السبلين أو يكون في hereditary spherocytosis. Usually indicated لما في primary hypersplenism, chronic idiopathic thrombocytopenic purpura, splenic vein thrombosis أو splenic abscess. Sometimes indicated في splenic angle، لأن احنا قلنا حالات كتيرة جدا هتبقى non-operative، إنما sometimes indicated. و sometimes indicated في autoimmune hemolytic disease, elliptocytosis, non-spherocytic hemolytic anemia, Hodgkin disease, thrombotic thrombocytopenic purpura, idiopathic myelofibrosis, splenic artery aneurysm, Gaucher disease. Rarely indicated في حالات زي ايه؟ السيكل سيل انيميا. اشمعنى العيان اللي عنده سيكل سيل انيميا السبلين كل شويه يحصل فيه انفاكشن ومالتيبل انفاكشن ومالتيبل فايبروزس في السبلين، السبلين بيبقى صغير قوي، بنقول عليه عنده اوتو سبلينكتومي، يعني هو بنفسه كده ايه لغى السبلين بتاعه. فعاده very rarely ان احنا نشيل الطحال في سيكل سيل انيميا او كرونيك لوكيميا او ثلاثيميا ميجور او فيلتي سيندروم او هيري سيل لوكيميا. احنا كده جينا لنهايه this video. Thank you very much for watching this video. المره الجايه نتكلم على hematological disorders of necessitating splenectomy. This is Dr. Baki, professor of general surgery from Egypt, in a series of surgery made easy for medical undergraduate students. We are revising surgery from Manipal Manual of Surgery, a book written by a student for a student. Now it's time to like, dislike, share and subscribe.